السلام عليكم. هسه راح نرجع لفيديوهات الباراسايت. احنا بالفيديوهات السابقه كملنا البروتوزوا اللي هن كانوا اليونيسيلولر اورجانيزمز. هن باراسايت مكون من خليه واحده، حكينا عليهن هواي كملناها تقريبا. هسه راح ننتقل للمجموعه الثانيه اللي هي الهيلمث، اللي هن الديدان. الهيلمث يقسمان الى قسمين، القسم الاول يسمونه بلاتي هيلمث، بلاتي هيلمث، والقسم الثاني يسمونه نيرمات هيلمث. هذا النيرمات هيلمث بعد هو على ما نوصل له فنعرفه هسه. خلينا نجي نسولف على بلاتي هيلمث. ذن البلاتي هيلمث نفسه يسموهن الفلات وورمز او الديدان المسطحه، لان هن شكلهن يكون مسطح. فخلينا نكتب يسموهن فلات وورمز، الديدان المسطحه، يعني هن شكلهن تكون مسطح الجسم مالتهم. وهذن البلاتي هيلمث ينقسمن الى قسمين، الاول يسمونه التريماتود، القسم الثاني يسمونه السيستود اللي هو موضوعنا اليوم. هذا السيستود نظام البلاتي هيلمث، فايضا هنا فلات وورم، يعني اجسامها تكون مسطحه. وايضا ميزه لنا السيستودز انه يسموهن التيب وورمز او الديدان الشريطيه، تيب وورمز، يعني تكون اجسامها مثل الشريط بالضبط هيك مثل الشريط وتكون مسطحه، لان هي ضمن البلاتي هيلمث تكون مسطحه. اذا تكون فلات تيب وورمز، الديدان المسطحه الشريطيه يسمونها. وهاي اهميه تنقسم الى قسمين، تنقسم الى سودوفيليدي والى سايكلوفيليدي. تقريبا اكثر السيستود راح نحكي عليهم راح يكون ضمن السايكلوفيليدي. وهنا السيستود بشكل عام يكون جسمهن سيجمنتد، يعني مكون من قطع، اسمه هذا الجسم مكون من قطع، هاي قطعه وقطعه وقطعه وقطعه، وكل قطعه يعني كلها سيجمنت صاير، ما صار كله قطعه واحده لا، وانما صاير سيجمنتد. اذا مواصفات السيستود بشكل عام يكون فلات وتيب لايك مثل الشريط، يكون سيجمنتد، ينقسم الى سودوفيليدي وسايكلوفيليدي. وقلنا اكثريه راح نحكي عليهم راح يكون ضمن السايكلوفيليدي. اول واحدة اللي ضمن السايكلوفيد راح نحكي عليها هي يسموها تينيا ساجيناتا، تينيا ساجيناتا، او الاسم المتداول مالتها يسمونه البيف تيب وورم. طبعا هن الباراسايت ذن الورمز راح ناخذهن اكثرهن اسماء علميه ولهن اسماء متداوله. فهي تينيا ساجيناتا الاسم المتداول مالتها معروف يسمونه البيف تيب وورم، بيف شلون بيف تيب وورم، او سموها توت البقر الشريطية. هاي احنا هواي ماخذيها، هواي سامعين بها بالاحياء قبل، توت البقر الشريطية، وقالت وسوت وراحت، هواي سامعين بها، اللي هي يسمونها تينيا ساجيناتا. هاي شنو بيها؟ طبعا المورفولوجي مالتها احنا ما راح نحكي عليها هواي، يعني خاصة اذا الهيلمث ما راح نركز هواي على المورفولوجي مالتهن، بس راح نحكي بعض الشغلات بعض التفاصيل اللي نحتاجها حتى نفهم اللايف سايكل والباثوجينيسيس. هن حالين حال البروتوزوا بيهن ستيجز، بس احنا البروتوزوا من خذيناهن؟ قلنا اكو بيهن تروفوزويت وسيست، ذي سميناها ستيدز الاطوار مالتهم. بعدين الديدان هم بين اطوار، بس هنا أنا تختلف، ماكو تروفوزويت سيست هنا لا، اكو اطوار مختلفه. شنو هي؟ بالتينيا ساجيناتا بيها 3 ستيجز، ثلاث اطوار، 3 ستيجز. الطور الاول يسمونه الادلت وورم اللي هو هذا، يسمونه الادلت وورم او الدوده البالغه، هي هاي كبيرتها الدوده البالغه، نكتبها ادلت وورم. شنو مواصفات هاي الادلت وورم؟ بما انه هي وحده من السيستود فاول شيء افكر بي انه هي تكون فلات وتكون تيب لايك مثل الشريط وتكون سيجمنتد. اول جزء بيها يسمونه الهيد، هو الراس، هيد. وطبعا الهيد بالديدان له اسم ثاني يسمونه سكولكس، سكولكس. هاي المعلومه لازم اخليها ببالي انه الهيد له اسم اسمه سكولكس، من اسمع سكولكس يجي ببالي الهيد. هذا الهيد شنو مواصفاته؟ بي 4 كاب شيب لايك سكرز. شنو هاي الكاب شيب لايك سكرز؟ هذن شوف هذن التراكيب الاربعه، هذن يسمون سكرز، سكرز يكونن اربعه 4 سكرز، ويكونن كاب شيب مثل كوب، شكلهم مثل كوب. اصلا هذا الرسم 2 دي فما بينات عدل، بس انا بالحقيقه اذا نشوفهم مثل كوب مثل كاب شيب. بالضبط تخيل الهيد هذا كانه صينيه بها اربع كوابا، بي 4 كاب شيب لايك سكرز. طبعا احنا بعدين من راح ناخذ اللايف سايكل راح نشوف انه هاي تتواجد بالسمول انتستن، فعن طريق ذن الفور كاب شيب لايك سكرز تقدر تتصل بالميوكوزا مال السمول انتستن. اذا تستخدم ذن السكرز حتى تتصل بالميوكوزا مال السمول انتستن، اوكي؟ هذا من هو؟ هذا الهيد. ويجي ورا الهيد البادي اللي يكون سيجمنتد، متكون من سيجمنت، والسيجمنت له اسم ثاني يسمونه البروجلوتيد، بروجلوتيد. الهيد كان اسمه سكولكس، والسيجمنت يسموها بروجلوتيد. هذا مصطلحين لازم اخليهن ببالي، مصطلحين جديدات. هذين السيجمنتس او البروجلوتس شنو؟ شلون صايرات؟ اول مجموعه القريبات على الهيد يسموهن الاماتشور سيجمنت، اماتشور، سيجمنت بعد ما بالغه توها متكونه، يسموها اماتشور
والسيجمنت اللي وراهن يسمونه الماتشور سيجمنت، تكون بالغه. والسيجمنت الاخيره يسمونها جرافيد سيجمنت، طبعا هي اكثر من واحده يسمونها الجرافيد سيجمنت. اذا بالبدايه الماتشور سيجمنت، وبعدين تتحول الى ماتشور سيجمنت، وبالاخير يصير جرافيد سيجمنت. هذا شنو مميزاتهم؟ طبعا هي التينيا ساجيناتا يسمونها هيرموفروديتس، هيرمو فروديتس. شنو يعني هيرموفروديتس؟ يعني كل واحدة من ذن السيجمنت بها ميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانز، يعني ريبرودكتيف اورجانز الميل والفيميل فيهن موجودات بكل سيجمنت، كل سيجمنت بها ميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانز، لذلك التينيا ساجيناتا يسموها هيرموفروديتس. وطبعا هسه بالاماتشور سيجمنت راح يكون ذني الميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانز نوت ويل ديفلوبد، من بعد الاماتشور سيجمنت هو متكوني، بس بالماتشور سيجمنت لا راح يكون ويل ديفلوبد. وهاي التينيا ساجيناتا تمتاز انه الاوفري مالتها يتكون من تو لوبس، يتكون من تو لوبس، يعني هذا الاوفري كل قطعه من ذني الاماتشور والماتشور والجرافيس سيجمنت راح يكون بها الاوفري يتكون من تو لوبس، هذا لوب وهذا لوب متصلات، تكون من تو لوبس اوكي كل قطعه. اذا هاي المعلومه لازم تبقيها ببالي انه الاوفري بالتينيا ساجيناتا يتكون من تو لوبس. وبالنسبه للجرافيس سيجمنت راح تكون فولت وذ يوترس، يعني بداخلها راح القى اليوترس، هيك صاير راح القى اليوترس وراح يكون تارس هاي الجرافيس سيجمنت، يعني فولت وذ يوترس. وهذا اليوترس بي ميزي انه بي لاترال برانشز، يعني هيك لاترالي بي برانشات تفرعات، بي تفرعات، وذن التفرعات يكون عددهن 15 الى 20 برانش اون ايتش سايد، يعني بكل جهه من هنا 15 الى 20 برانش، من هنا 15 الى 20 برانش اوكي. اذا هسه المعلومه الثانيه اللي لازم ابقيها ببالي انه اليوترس بالتينيا ساجيناتا ب 15 الى 20 لاترال برانش، والاوفري يتكون من تو لوبس. وطبعا هسه هي التينيا ساجيناتا ما انه هي هيرموفروديتس، يعني بها ميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجان، فهي راح تنتج البيوض. البيوض من تطلع؟ تطلع عن طريق الجينيتال بورز، جينيتال بورز اللي صايرات ميد لاترال بوزيشن، يعني بكل قطعه صارت لنا الجينيتال بورز لاترالي وبالنص ميد لاترال بوزيشن، بالضبط هيك شيء بهذا المكان، يعني ميد لاترال بوزيشن، يعني كل قطعه بها اثنين، وهاي بنفس الحاله اوكي. هاي من هي؟ هاي الادلت وورمز اللي هي الستيج الاولى. نجي للستيج الثانيه اللي هي الايجز، البيوض. يعني هاي الادلت وورم راح تنتج البيوض، خلينا نشوف شنو شكل هذين البيوض. هسه اذا باوع لها هاي الايج، هاي طبعا اذا باوع لها راح القاها سفيريكال، شكلها دائري سفيريكال. شلون سفيريكال هاي؟ راح القاها سفيريكال ومحاطة بدبل شيل، يعني طبقتين من القشرة او تو ممبرين، انر ممبرين اند اوتر ممبرين، يسموها دبل شيل. وبين ذن الانر اند اوتر ممبرين اكو راديال ستريشن، تخطيط شعاعي، اشوف هاي مخططة شعاعيا، اكو راديال ستريشن. وداخلها شنو اكو؟ راح القى الفول ديفلوبد امبريو، راح القى الامبريو اللي هو يكون فولي ديفلوبد، يعني مو امبريو تو متكون، لا امبريو كامل. وهذا الامبريو بميزه انه القى بي 3 بيرز اوف هوكس، هوكس مثل هيك شلون مال السناره مال الصيد هيك صايره بالضبط بهذا الشكل، هذني هوكس. راح القى بي 3 ازواج من الهوكس، لذلك يسمونه هيكسا كانث امبريو، يسمونه هيكسا كانث امبريو. هيكسا يعني سداسي وكانث يعني ذن الهوكس، يعني هذا الامبريو يحتوي على 6 هوكس اوكي. اذا هسه الايج بكل بساطه شنو هي؟ صايره سفيريكال بيها دبل شيل وبيناتها كوريديال ستريشن وداخلها هيكس كانث امبريو. هاي من هي؟ هاي الستيج الثانيه اللي هي الايج. نجي للستيج الثالثه والاخيره اللي هي يسموها اللارفال ستيج، يعني هاي البيضه من تفقس ومو راسها تتحول الى دوده، لا تحتاج تمر بمرحله يسموها مرحله اليرقه، اللارفال ستيج، اللي هي اللارفال ستيج بالتينيا ساجيناتا يسموها سيستي سيركس بوفس، خلينا نكتبها سيستي سيركس بوفس، هي شيء لازم نحفظ هذا الاسم سيستي سيركس بوفس. مهم اسم اللارفال ستيج بالتينيا ساجيناتا. شلون صار مواصفات هاي اللارفال ستيج؟ بداية تكون هيجي مثل الكيس او مثل البلادر، يسموها بلادر وورم، ويكون بداخلها اسمه هذا قلنا السكولكس، قلنا هيجي صاير بهذا الشكل بالضبط، راح يصير هنا بداخلها راح يكون هذا هيجي هنا بذن الفور كوب شيب لايك سكرز، راح يكون بداخلها راح يكون كأنه انفاجينيتد داخلها، هيك
هيك صار بي انفاجينيشن داخل اللارفال ستيج، داخل هاي الورم، داخل البلادر ورم، صار بي انفاجينيشن موجود بالداخل. هاي بكل بساطه اللارفال ستيج اللي يسموها سيستي سيركس بوفس. وش نكون خلصنا الستيجز مال تينيا سيجناتا. اول وحده هي الادلت ورم، يتكون من الهيد او يسمينها سكوليكس، اللي يحتوي على فور كاب شيب لايك سكرز. ورا تجي الاماتشور سيجمنت، ناب الماتشور سيجمنت، ناب الجرافيس سيجمنت اللي تحتوي على اليوترس اللي ب 15 ل 20 برانش اون ايتش سايد. وكل وحده من ذني القطع تحتوي على الميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانز، لذلك هاي تينيا سيجناتا سميناها هرموفرودايتس. والستيج الثاني هي الايك اللي قلنا هي سفيريكال والدبل شيل وبيناتها راديال ستريشن وداخلها هيكساكانث امبريو. والستيج الثالثه هي اللارفال ستيج اللي سميناها سيتي سيركس بوفيس اللي اسمها البلادر ورم، تحتوي على سنجل انفاجينيتس كولكس. هسه خلينا ننتقل لللايف سايكل مال التينيا ساجيناتا. هسه ذن الستيج الثلاثه شلون راح تكون اللايف سايكل مالتهم؟ طبعا هو الديفينيتيف هوست مال التينيا ساجيناتا راح يكون المان. الديفينيتيف هوست يعني اللي تخلص بيه السكشوال لايف سايكل. هي شنو اصلا السكشوال لايف سايكل؟ السكشوال لايف سايكل بكل بساطه انه تجينا هاي اللارفال ستيج، يعني هي سدودة مرحلة اللارفال ستيج، مرحلة اليرقة، تدخل داخل الديفينيتيف هوست، تتحول إلى أدلت ورم، وهاي الأدلت ورم تبدأ عملية إنتاج البيوض، لأن قلنا هي هرموفروديتس بيها ميل أند فيميل ريبرودكتيف أورجانز، فتبدأ بإنتاج البيوض. هاي بكل بساطة السكشوال لايف سايكل، إنه اللارفال ستيج تحولت إلى أدلت ورم وبدأت بإنتاج البيوض. هاي السكشوال لايف سايكل اللي هي تصير بالديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن. والأسكشوال لايف سايكل اللي تصير بالإنترميديت هوست شنو هي؟ هي بكل بساطة ذن الإيجز اللي نزج من هاي الورم راح يفقسن يصير بين هاتشينج ويتحولن إلى لارفال ستيج. هاي هي الأسكشوال لايف سايكل اللي يصير بالإنترميديت هوست. اللي هو من هو الإنترميديت هوست؟ الإنترميديت هوست هنا راح يصير عندي هو الكاتلز أو المواشي، لذلك إذا تذكرون سميناها هي البيف تيب ورم، دوت البقر الشريطية اللي تواجد بالأبقار وبقية المواشي. هسه خلينا نحكي عن اللايف سايكل شوية بتفصيل أكثر. قلنا السكشوال لايف سايكل يصير بالإنترميديت، بالعفو بالديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن، وهاي تبدي باللارفال ستيج. فاذا الهيومن راح ياخذ اللارفال ستيج، اذا اللارفال ستيج هي الانفكتيف ستيج. لارفا يعني السيستي سيركس بوفيس هي الانفكتيف ستيج للهيومن. راح ياخذ الهيومن اللارفال ستيج او اللارفا، شو راح يسوي؟ هاي اللارفا طبعا راح يسوي لها انجستشن. راح توصل وين؟ راح توصل للسمول انتستن. خلينا نرسم لنا هنا فد جي اي تي مبسطه، هاي المعده، خلينا نفترض انه هاي السمول انتستن، هيك فد شيء تخطيطي. خلينا نفترض هاي هسه اللارفا. احنا مو قلنا اللارفا هيك صايره وصاير بيها الهيد انفاجينيتد للداخل، فمن يوصل للسمول انتستن هاي السكوليكس اللي بداخل اللارفا راح يصير بيه ايفاجينيشن، يعني مو موجود داخل هيك راح يطلع لي برا. بالضبط يصير هيك، راح يطلع لي برا يصير بيه ايفاجينيشن، وراح يحتوي طبعا على ذني الفور كاب شيب لايك سكرز مالتي، وعن طريق ذني الفور كاب شيب لايك سكرز راح يتصل بالوول مال السمول انتستن. اوكي، بس راح يتصل ما يخترق، مجرد اتاتش ذا ميوكوزا اوف سمول انتستن. ورا ما تصل بالميوكوزا مال سمول انتستن راح يبدا عمليه الديفلوبمنت وراح يتحول الى ادلت ورم، اللي بالبدايه تتكون الاماتشور سيجمنت، نوبه تتكون للماتشور سيجمنت، نوبه بالاخير توصل الى مرحله الجرافيس سيجمنت. يعني هي بالبدايه شنو ليش صارت هيك بهذا الترتيب؟ لان هو بدايه مو هذا بس سكوليكس طلع من اللارفا راح يبدا يكون سيجمنت، فاول سيجمنت تكون اماتشور، انه بعدين ذني راح تتكون غير الاماتشور، فذن الاماتشور اللي صار بالبدايه راح يكبرن ويتحولن الى ماتشور سيجمنت، انه راح يجن غيرهن، فذن بالاخير يوصلن الى جرافيس سيجمنت، لذلك هن صارن بهذا الترتيب. اوكي، واضحه؟ فهسه ورا ما صار تحول الى ادلت ورم، شو راح يسوي هاي الادلت ورم؟ قلنا هي هرموفرودايتس، فراح تبدا عمليه انتاج البيوض، راح تطرح لي بيوض او تنتج لي بيوض، وذن البيوض الاكس وين راح يرحن؟ والباس ان ذا ستول، راح يطلع لي بالستول او بالفيسز. هاي انتهت اللايف سايكل مالتها بالديفينيتيف هوست، مجرد دخلت اللارفال ستيج للهيومن، وصلت للسمول انتستن، صار ايفاجينيشن واتصلت بالورم مال سمول انتستن وتحولت الى ادلت ورم وبدات عمليه انتاج البيوض وطلعت البيوض بالفيسز. ها هي اللايف سايكل مالتها بالديفينيتيف هوست. هسه ننتقل لللايف سايكل بالانترميديت هوست، شو راح تسوي؟ راح تيجي هاي الابقار او الكاتلز المواشي بشكل عام ياكلن ذن الايجز الموجودات بالتربه، راح ياكلن، فالايجز راح توصل همين للسمول انتستن مال هاي الابقار. خلينا نرسم هنا في السمول انتستن هيك شيء مبسط، نفترض هاي السمول انتستن مال البقره. ايش راح تسوي؟ هاي الايج وهي بالسمول انتستن راح يصير بيها هاتشنج، راح تفقس. يعني اذا نفترض هاي هي البيضه راح تفقس، يعني هيك راح يتكسر الوول مالتها، راح يطلع الامبريو اللي بداخلها. الامبريو اللي بداخلها قلنا هو يسمونه هيكساكانت امبريو، ب 3 بيرز من الهوكلتس او من الهوكس. هذا واحد اثنين ثلاثه. وراح يمشي طبعا يدخل بالانتستن، راح يروح للوول عن طريق ذن الهوكلتس او الهوكس مالتي،
راح يتصل بالوول مال السمول انتستن وراح يخترق الوول مال السمول انتستن. هناك ذيك الارضه مجرد اتصلت بالوول، بينما هنا البيضه او هذا الامبريو راح يخترق الوول مال السمول انتستن، راح يتصل بها عن طريق الهوكس ماتي وراح يخترق الوول. اوكي، ورا ما اخترق الوول مال السمول انتستن وين راح يروح؟ عن طريق البلد فازلز الموجوده بالجي اي تي وكذا، راح يوصل للسيستميك سيركوليشن، يمشي بالسيستميك سيركوليشن. وين راح يروح؟ يفضل يفتر بالسيستميك سيركوليشن، يفتر يفتر الى ان يوصل للمصل. هاي الايج او هذا الامبريو العفو راح يوصل للمصل. وش راح يسوي بالمصل؟ بالمصل راح يتحول الى اللارفال ستيج اللي هي السيستي سيركس بافس بكل بساطه. ويا مصل هي تقريبا تكون السكيليتال مصل والكاردياك مصل، السموث مصل مو يمهي، ويروح للستريتد مصل يعني هي الكاردياك والسكيليتال مصل. وهيك صارت عندي اللارفال ستيج اللي هي السيستي سيركس بوفيس موجوده بالمصل مال الكاتل، يعني بالميت مال الكاتل. لهنا انتهت اللايف سايكل مالتها بالانترميديت هوست. هنا شو راح يسوي؟ راح يجي الانسان يذبح هاي البقره، ياكل اللحم مالتها، فراح ياخذ ذن اللارفا وراح تنعاد هاي اللايف سايكل من جديد. اوكي؟ اذا هاي اللايف سايكل مالتها بكل بساطه، الانسان ياخذ اللارفال ستيج، ياخذ اللارفا، يصير بها ايفاجينيشن وتتحول الى ادلت وورم، تبدا بانتاج البيض، وتخلص اللايف سايكل مالتها بالديفينيتيف هوست، تطلع ذن البيض بالفيسز، تاكلها الابقار، تفقس، يصير بيها هاتشنج، تروح للسيستميك سيركوليشن، توصل للحم، للميت مالتها للمصل يعني، وتتحول الى لارفال ستيج هي سيستي سيركس بوفس. هاي اللايف سايكل مالتها بكل بساطه. بس بعض المعلومات المهمه اللي احتاج اتذكرها باللايف سايكل وبقيها ببالي، انه الديفينيتيف هوست هو المان، والانترميديت هوست هي الكاتل، والانفكتيف ستيج راح تكون اللارفا اللي هي سيستي سيركس بوفس اللي موجوده بالميت مال الكاتل، والهابيتات مالتها اللي احنا ناخذها على الدوده البالغه يعني الهابيتات مال الادلت ورم راح يكون بالسمول انتستن مال الهيومن. اوكي، هاي كل اللايف سايكل. هسه نجي للسيمبتومز. هسه هي الادلت ورم تواجدت بالسمول انتستن مال الانسان، شو راح تسوي؟ عاده هي تكون فت سنجل يعني وحده، ادلت ورم وحده، عاده ما راح تسوي مشاكل، راح تكون اسيمبتوماتيك، بس بعض الاحيان ممكن تسبب لي بعض الشغلات. شنو هي؟ احنا هسه هاي الادلت ورم مو قلنا بيها بالاخير جرافيس سيجمنت، ممكن هاي الجرافيس سيجمنت تنفصل. ليش تنفصل؟ لان هي الادلت ورم مستمره بالنمو، هي تقريبا طولها يوصل الى 8 امتر، هاي التينيسا جيناتا، فاذا مستمره منها تنضاف قطع راح توصل ما لا نهايه، توصل 100 متر يعني اذا هيك، فما يصير، لازم القطع اللي بالاخير تنفصل، لازم منها تنضاف قطع جديده والقطع اللي بالاخير تنفصل، فالجرافيس سيجمنت ممكن تنفصل. فتنفصل شو تسوي؟ ورا ما انفصلت راح تطلع عن طريق الانس، ممكن توصل الى البيري انال ريجن. بيري، كبر الخط، سوري، توصل الى البيري انال ريجن. فبالبيري انال ريجن ممكن تسوي لبعض الاتشنج والحكه والكذا، بهاي الحاله يسموها بروريتس. يعني ذني الجرافيس سيجمنتس راح يرحل البيري انال ريجن ويسبب لي بروريتس، يصير بعض الحكه بهاي المنطقه. وايضا بعض الحالات وهي هاي الادلت ورم موجوده بالانتستين، ما انه هي موجوده بالانتستين، ممكن تسبب لي بعض الاضطرابات مثل النوزيا، فوميتنج، ممكن تسبب لي دياريا، ممكن تسبب لي كونستيبيشن. كونستيبيشن يعني مرض ممكن يصير دياريا، ممكن يصير كونستيبيشن، يعني واحده عكس الثانيه، بس ممكن يصير، ممكن يصير دياريا، ممكن يصير كونستيبيشن. وبعد اكو حاله مهمه ممكن تصير ببعض الحالات، شنو هي؟ خلينا نفترض انه هاي الجي اي تي، هاي السمول انتستين. اوكي، شو رسم مبسط؟ هاي الدوده خلينا نفترضها موجوده بالسمول انتستين، احنا مو قلنا الدوده توصل ل 8 امتار، احنا نعرف السمول انتستين مالتني طولها تقريبا 6 امتار. فالدوده ايش راح تسوي؟ راح تفتر، تلتف حوالين نفسها. فمن هي تلتف ممكن تسوي انتستاينال اوبستراكشن، راح تسوي لي اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. تسبب لي اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. هاي المهمه اللي لازم ابقيها ببالي. ممكن هي موجوده بالانتستين تلتف فتسد اللومن وتسبب لي اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. ممكن بعض الحالات تسوي لي اكيوت بنكرياتايتس، اكيوت ابندسايتس، بس هسه ما مطلوب من عندنا الميكانيزم مالتهن، بس اهم شيء ابقي ببالي انه راح تسبب لي اكيوت انتستاينال اوبستراكشن، يمتي اذا التفت وسدت اللومن مال السمول انتستين. هاي تقريبا كل السيمبتومز. هسه خلينا نجي للدايجنوسيس، يعني ورا ما المريض شكيت عنده تينيو سجناتا، عنده هاي الاعراض، عنده هاي الشغلات، شلون اسوي له تشخيص؟ طبعا احنا قلنا اللي راح يطلع لي بالستول من هو الاكس، واحتمال راح يطلع لي الجرافيس سيجمنت اللي قلنا ممكن تنفصل. الايج اكيد القاها، ممكن القى الجرافيس سيجمنت. اذا الدايجنوستيك ستيج مالتها هي الايج اند جرافيس سيجمنت. فاول شيء اروح ادور على الايج. شلون اسوي؟ اخذ ستول، اخذ عينه من ستول وافحصها جوا المجهر، اسوي لها مايكروسكوبيك اكزامينشن بكل بساطه، ابحث عن الايج مالتها. وايضا ممكن اسوي اكو شيء يسمونه سيدمنتيشن تيست،
او كونسنتريشن تيست، يعني سيدمنتيشن، اخذ فد عينه من الاسطول يسوي له طريقه معينه كونسنتريشن، ما مطلوب لك تفاصيل التيست هسه احنا، بس المهم راح يسوون فد كونسنتريشن للاسطول ويفحصونها مين بالمجهر، يسمونه سيدمنتيشن، ما راح احط سبيلنج ما ادري شنو. المهم راح يسوون فد سيدمنتيشن للاسطول، طريقه يسمونها سيدمنتيشن ميثود، والطريقه الثالثه يسمونها سيلوفين سواب ميثود. هاي شلون الطريقه مالتي؟ هاي انه من منطقه الانس ياخذون فد مسحه، ياخذون سواب، يعني اكيد راح يلقون الايجز هي تطلع من هنا، وخاصه فتره الليل راح تطلع، فياخذون مسحه من هاي المنطقه، ويعني راح تكون بيها الايج موجوده، فعن طريق هذا التيست بطريقه معينه يفحصوها وهم بعدين يلقوها بالمجهر. اوكي، واكو واحد ثاني شبه يسمونه سكوتش تيست، هاي تقريبا نفس البرنسبل. وهاي طريقة فحص الايجز، انه انا اخذ ذيس تول وادور بيها على الايجز، هاي ما تعطيني في الديفرنشال دايجنوسيس، ما اقدر اقول هل هاي التينيا ساجيناتا او غيرها، لان البيوض مال التينيا ساجيناتا تشابه ويا البيوض مال الورمز الثاني، بعدين راح نجي لها، لذلك هاي ما راح تعطيني في الديفرنشال دايجنوسيس مضبوط. فلازم الجا طريقة ثانية، راح الجا شنو؟ راح الجا للبروجلوتيد اللي هي الجرافيس سيجمنت اللي يسمونها بروجلوتيد. هاي الجرافيس سيجمنت اذا نتذكر قلنا بها هي الاوفري اللي راح نلقى بها لاترال برانشز اللي هي 15 الى 20 برانشز. وهذا العدد ما نلقاه باي باراسايت ثاني باي ورم ثاني بس بالتينيا ساجيناتا، لذلك هاي راح تكون ديفرنشال دايجنوستس الي. زين شو راح اشوف انا هاي الجرافيس سيجمنت؟ بكل بساطه عندي في التيست اخذ لي سلايد، اخذ لي سلايد شريحه عادي، شلون سلايد هذه؟ اخذ لي سلايد اجي احط عليه الجرافيس سيجمنت، اجي اخلي عليه الجرافيس سيجمنت، واجي احط سلايد ثاني فوقي، اخلي سلايد ثاني فوقي، واجي احصرهن اضغطهن اضغطهن بحيث تكون هاي الجرافيك سيجمنت مضغوطه بيناتهم، واجي بين ذن السلايدين احقن في الصبغه فد حبر يسمونه انديا انك، انديا انك. اوكي، فالصبغه احقنها، فش راح اسوي هاي الصبغه؟ راح تروح للجرافيك سيجمنت وراح اصبغ البرانشز بهي، فراح اقدر اشوف البرانشز مالتها، البرانشز مال الاوفري، هاي الصبغه راح تدخل للجرافيس سيجمنت وراح تصبغ لي البرانشز مال الاوفري، فراح تطلع لي البرانشات واضحه، وانا اعرف انه بالتينيا ساجيناتا عندي 15 الى 20 برانش بكل جهه، فاحسب اذا طلع لك 15 الى 20 برانش معناته هي هاي التينيا ساجيناتا، لما ماكو دوده ثانيه تطلع لي البرانشات مال الاوفري بالجرافيس سيجمنت 15 الى 20 بس التينيا ساجيناتا. والطريقه الثالثه بالدايجنوسيس هي عن طريق السكوليكس، ممكن القى السكوليكس اللي هو الهيد، ممكن القاه بالستول، نصائحك انه بس الايك والبروجلوتس يطلعون بالستول، بس بعض الحالات ممكن القى السكوليكس. شنو هي الحالات؟ ممكن اذا مثلا يطون فد انتي هلمن ثيرابي، يطون ثيرابي يقضي على هاي الدوده يموتها يفلش، فلما تتفلش راح تطلع هاي السيجمنت، تطلع الهيد مالتي بالستود، فاقدر ادور عليه وهم اشوفه بالمجهر بهذا الميكروسكوب. اذا هسه كل هذني بالستود. والطريقه الرابعه اللي عندي انه ابحث عن الانتيجين مال الباراسايت همين بالستود، ابحث عن الانتيجين مال هاي التينيا ساجيناتا، يعني اخذ عينه من الستود وابحث بها عن الانتيجين. شلون ابحث الانتيجين؟ ابحث عن طريق تيست يسمونه اليزا تيست، هذا سمعنا به هواي، عن طريق اليزا تيست اقدر افحص الانتيجين مال التينيا ساجيناتا الموجوده بالستول. والطريقه الخامسه انه ابحث عن الانتيبوديز الموجوده بالسيرم مال البيشنت، يعني اكيد هو باراسايت هو موضوع براحته بالانتستين، اكيد هذا الشخص راح يسوي فد اميون ريسبونس الي، راح يسوي انتيبوديز ضدي، فانا اخذ عينه من السيرم مال البيشنت وادور اذا موجود بها الانتيبوديز، فاذا لقيت بها الانتيبوديز ضد التينيا ساجيناتا معناتها هي عده تينيا ساجيناتا، فاجي اخذ السيرم مالتي وابحث عن الانتيبوديز. لذلك هذه الانتيبودي يسمونه سيرو دايجنوسيس، اسوي دايجنوسيس السيرم. هسه الانتيجين احنا قلنا نبحث عنه بالفيزز، والانتيبودي ابحث عنهم بالسيرم، مو نخربط. وشنو التستات ذني للانتيبودي؟ همين اكو الاليزا تيست، همين اقدر استخدمه حتى ابحث عن الانتيبودي، واكو تيست يسمونه الاي اتش اي تيست اللي هو اندايركت هيمو اجلوتينيشن تيست، واكو تيست يسمونه اي اف تيست اللي هو indirect immunofluorescent test. هذين الثلاثتين اقدر ابحث بهن عن الانتيبوديز الموجودة بالسيرم. والطريقة السادسة والاخيرة هي المولكيولار دايجنوسيس، اللي هي عن طريق تيست البي سي ار اللي كنا سمعنا بها هسه بالكورونا. بي سي ار هو البوليمرايز تشين ريأكشن. اوكي؟ اذا هسه الدايجنوسيس بشكل مختصر شنو؟ عندي اربع شغلات ادورها بالستول، اول شيء ادور عن الاكس، اسوي لها دايركت مايكروسكوبك اكزامينيشن، اسوي لها سيدمنتيشن ميثود، او اسوي لها ذن التيستات، او ابحث عن البروجلوتيد بهذا التيست اللي شرحناه، انه اجي احطها بين سلايدين واحقن لهاي الصبغه وادور على البرانشات، اشوف انه اذا 15 الى 20 بكل جهه معناتها هي التينيا ساجيناتا. وايضا الثالثه انه عن طريق السكولكس قلنا اذا اعطي انتي هلمن ثيرابي ممكن تتفلش هاي الباراسايت فيطلع لي سكولكس بالستول، فمن ادوره بالمجهر. والطريقه الرابعه قلنا بالستول ادور على الانتيجينز مال التينيا ساجيناتا عن طريق اللايزا تيست. والطريقة الخامسة هي عن طريق السيرم ادور بيها على الانتيبوديز بوست ليزا تيست الاي اتش اي والاي اف.
والطريقة الثالثة عن طريق البي سي ار. اوكي، زين انا ورا ما شخص المريض انه عنده تينيا سجلاته، شلون اعالجه؟ اعالجه عن طريق مادة او دواء يعني يسمونه برازي كوانتل. برازي كوانتل هذا تقريبا دوز واحدة منه كافية ان تقضي على هذا الباراسايت، يعني اعطيه سنجل دوز راح يقضي على هذا الباراسايت. واذا ما متوفر هذا الدواء اكو دواء ثاني يسمونه نيكلوسوميد. نيكلوسوميد هميا سنجل دوز من عنده كافية ان تقضي على هذا الباراسايت. وهذا تقريبا هو كل شيء عطينا سجناته. خلينا نسوي لها مراجعة بسيطة. اهم شيء لازم اتذكر بيه انه هي يسمونها البيف تيب وورم، وبيها 3 ستيجز. اول ستيج يسمونها الادلت وورم، بيها الهيد وذ 4 كاب شيب لاك سكرز، نوب الاماتشور سيجمنت، نوب الماتشور سيجمنت، نوب الجرافيس سيجمنت اللي تكون متروسه باليوترس، اللي بيه 15 الى 20 برانش اون ايش سايد. وما ننسى انه الاوفر يتكون من 2 لوبس. اوكي، نوب الستيج الثانيه اللي هي الايج اللي تكون سفيريكال والدبل شيل بينات الريدر ستريشن وداخل الهكساكاند امبريو. والستيج الثالثه اللي هي اللارفال ستيج او اللارفا يسموها سيسيسيركس بوفيس، تكون بلادر وورم داخل سنجل انفاجينيتس كوليكس. وباللايف سايكل شرحناها بالتفصيل. اهم شيء لازم اتذكره انه المان هو الديفينيتيف هوست، والكاتل هي الانترميديت هوست، والانفكتيف ستيج للهيومن هي راح تكون السيسيسيركس بوفيس هي اللارفال ستيج اللي راح تكون موجوده بالميت مال الكاتل، والدايجنوستيك ستيج راح تكون الاكس والجرافيس سيجمنت، والهابيتات مالتي راح يكون بالسمول انتستن مال الهيومن. اوكي، حكينا على السيمتومز، قلنا عاده تكون سنجل باراسايت فما راح يسبب لي سيمتومز، بس ممكن يطلع يوصل للبري اينال ريجن، تطلع يعني الجرافيس سيجمنت ويسوي لي بروريتس. ممكن هو موجود بالسمول انتستين يسوي لي نوزيا فوميتنج دياريا او كونستيبيشن. وقلنا ممكن يسوي لي اكوت انتستينال اوبستراكشن لانه طوله يوصل ل 8 امتار، ممكن يلتف ويسوي لي اوبستراكشن. هذا الدايجنوستيك حكينا عليه، قلنا الدايجنوستيك ستيج اللي القاها بالستول هي الايجز والجرافيس سيجمنت. ممكن من اعطي علاج اعطي ذن الادويه يدمر الباراسايت، فممكن القى السكوليكس هم يطلع لي بالستول. وايضا بالستول ممكن ابحث عن الانتيجينز عن طريق الاليزا تيست، ممكن ايضا بالسيرم ابحث عن الانتي بودي يسمونه سيرو دايجنوسيس. هذا الدايجنوسيس حكينا عنه، قلنا الدايجنوستيك ستيج اللي القاها بالستول هي الايجز والجرافيس سيجمنت. ممكن اذا اعطيت علاج اللي هو انتي هلمن ثيرابي يعني يدمر هذا الباراسايت، ممكن تطلع لي حتى السكولكس بالستول. وايضا بالستول ابحث عن الانتيجينز، وبالسيرم ابحث عن الانتي بودي، ممكن اشخص عن طريق البي سي ار. والتريتمنت قلنا البرازيكوانتول او النيكلوسيمايد اللي هو سنجل افكتيف دوز، سنجل دوز تكون هي الافكتيف. اوكي، وشكرا جزيلا.